إجراءات استثمارية عديدة جدا اتخذت من طرف الدولة من طرف الحكومة في إطار وجهة الجزائر الجديدة 2030، ويجب علينا أن يعني أن نقوم بالترويج لهذه الإجراءات التي اتخذت، فهي إجراءات عديدة متعددة يجب أن يعرفها المستثمر ويجب أن يعرفها المتعامل وكذلك حتى المستفيد يعني السائح. أما تتوفر عليه الجزائر حاليا هي 249 يعني منطقة للتهيئة السياحية، والحكومة قد صادقت على أكثر من 73 يعني مخطط للتهيئة السياحية، ما يوفر 1400 يعني وقاع عقاري للمستثمرين يمكن أن يستغلوه، وبالتالي فهي كلها إجراءات تعمل على الترقية والترويج وتطوير السياحة.